انا هاد انا والله ما كنعرفهمش انا حقيقه ما والله ماشي زعما كنقولها يعني كان لا ما يمكنليش انا كبرت يعني سمعت فنانين كبار يعني من امثال عبد السلام عامر والحياني واسمو الراشدي وحمد البيضاوي وعبد الهادي بالخياط ونسمع ونرجع للوراء انسان كيبحث يشوف القدام انا ما مع الاسف ما قدرتش نعطي رايي لان عطيني قطعه اللي هي كتغني كتعرف شوفي دابا فنانين كبار اللي تعلمنا عليهم ومازال ما وصلناهمش اللي كانوا قبل منا لما كتمشي العرس هما القطع ديالهم اللي كتغناو هاد الاغاني اللي كاينين عمرك مشيتي عرس لقيتي جوك كيعزفها اذا هي مع الاسف الاغنيه تموت يعني مباشره بعد الولاده وهذا هو المشكل ما كاينش شي وكتشي اللي كاين.